فكل واحد بيعمل حسب المخصصات اللي بتوفرها له اللي هي الوزارة اللي تابعة لها يعني. معنا اتصال، أهلا وسهلا. التكسير موجود وملموس يعني، والكل شاعر فيه. الدكتور سالم الحوطات، أهلا وسهلا بيك، تفضل يا أخي. سامي الحوطات، أهلا وسهلا. أهلا أهلا وسهلا بالمحلي. يا سيدي، احنا بالنسبة للتنمية في محافظة معان وباديتها، يعني يعني صراحة وحقيقة لا تعود بالنفع على أبناء المنطقة بشيء يذكر. نعم. للأسف يعني في مقولة أقل حظا. ليش؟ لماذا؟ يعني هذا السؤال المهم، ليش الأقل حظا؟ ليش ناقصين؟ البلد ناقصة مش ناقصة؟ تفضل. ليش احنا ليش هذه المقولة يعني صارت ملتزمة يعني علينا باسم البادية او باسم نعم. محافظة معان او كذا؟ ليش هالمقولة هذه ان احنا أقل حظا؟ لازم احنا لازم نكون اوفر حقا، لانه احنا يعني اساس التنمية اللي هو المواطن. صحيح. واللي يجيب التنمية للمواطن اللي هو المسؤول. صحيح صحيح. يعني لو كان في ان من اهل المحافظة كان يقوموا في تعيين ناس او موظفين من ابناء البادية او المحافظة في وزارة التخطيط، كان شعروا يعني اقل ما فيها في منطقتهم، يعني لهم وجود في مكاتب التنمية. يعني عندنا الحمد لله يعني في البادية وفي المحافظة في كثير من الكفاءات، يعني ايش ما بدهم عندنا. نعم. دكاترة عندنا. نعم نعم. مختصين عندنا. يعني شو مصير هالمسؤول؟ وين المسؤولين عن تشغيل هذه الكفاءات؟ يعني وين يعني حضرتك يعني رسالتك واضحة جدا، أن المجتمع في معان وفي بادية معان يجب أن يشترك مشاركة حقيقية في صنع القرار. نعم. كي نصل إلى بر الأمان. يعني في مثلا عندنا توزيع مكاسب التنمية بعدالة. احنا يعني نريد العدالة. نعم. شكرا. نعم. لك توزيع مكاسب التنمية. أشكرك جدا. نعم 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 أشكرك جدا. يكفينا فخرا بأن احنا أبناء محافظة معان الأقل حظا. نعم. وأكثر انتماء وولاء، انتماء للوطن. نعم. وولاء لقيادته. عرفت الأخ تفضل فيه يعني حكي أو مشكلة فعلا احنا بنعاني منها، اللي هي الواسطة والمحسوبية. وعدم توزيع مكتسبات الوطن بعدالة. يعني احنا كمحافظة معان، يعني حكينا بجوز محافظة معان عدد المساحة 37%، عدد السكان في محافظة معان 3% مقارنة مع سكان المملكة. يعني شوف. نعم. المساحة 37%، مساحة كبيرة جدا والسكان قليل. عدد السكان كثافة السكانية 3%. لو في تنمية كان بزيد السكان. بالضبط. زائد انه كمان يعني 40% من ثروات الوطن موجوده ضمن حدود منطقه محافظه معان. يعني نعم. شوف لحد الثروات، يعني الثروات. نعم. الطبيعيه الموجوده في الوطن. نعم. 40% منها موجوده ضمن حدود محافظه معان. نعم. شوف التناقض، 3% سكان، 37% مساحه، 40% ثروات. يعني نريد تنميه فقر وبطاله. نعم. نريد فقر تنميه فقر وبطاله كي نقضي على الفقر والبطاله. نعم. وكي يعني يتنامى سكان المنطقه. نعم. يعني الحقيقه لولا رؤيه جلاله الملك الثاقبه، تمام، ومد يده لابنائه في محافظه معان من خلال مشروع جامعه الحسين ابن طلال. أي نعم. تمام. اللي ساهم في رفع نسبة التعليم في المحافظة. نعم. زائد كمان جامعة الحسين الآن يعني مستوعبة بجوز لا يقل عن 3000 موظفين. توقع توصل 3000 فرصة عمل موجودة بجامعة الحسين ابن طلال. استوعبت عدد كبير من أبناء المحافظة. أنا بدي أسألك لطفا، أنا أشكرك. نعم. جدا. أنا بدي أسألك، الأمية إيش ساهمت جامعة معان في مشاريع لمحو الأمية في معان، أو التربية والتعليم، أو التعليم العالي، أو أي مؤسسات سواء خاصة أو حكومية؟ جامعة الحسين بن طلال. يعني ارتفعت نسبة التعليم عند البنات. نعم. بالذات البنات. نعم. لأنه يعني كانوا أهالي منطقة معان ما يطلع بنته مثلا يدرسها برا المحافظة. في مجال في المحافظة بدرسها، ما في مجال، يعني أعداد قليلة.
إذن التعليم أصبحنا يعني نصل إلى التعليم الجامعي وإلى سواء بكالوريوس أو أعلى من ذلك. لسه في نسبة أمية عند البنات. أكيد. لسه في نسبة أمية. أكيد. يعني هناك مساهمة من هذه الجامعة في. لها دور. يعني طيب بدي أسألك يعني البادية في معان، وإحنا بنعرف كليتنا وللأسف الشديد إنه هناك نسبة الأمية مرتفعة بعض الشيء، وهذا يساهم أيضا بالفقر ويساهم أيضا بالبطالة ويساهم كذا سواء عند الرجال أو عند النساء. هل هناك أنتم يعني بصفتكم يعني ناشطين اجتماعيين سواء من خلال البلدية أو من خلال المنظمات العمل الإنساني أو من تمثلوا بهذا، هل هناك نشاطات سواء فردية أو منظمة من الدولة أو من غير الدولة للقضاء على يعني هذه الآفة اللي هي آفة عدم التعليم؟ يعني يعني عندكم يعني نشاطات بالذات للتعليم؟ لا لا، عدد قليل جدا، وللأسف ما في يعني تنسيق بين المؤسسات اللي إلها اهتمام في هاي المواضيع. كل مؤسسة كل واحد شغال على رأسه على حدة، ما في تضافر جهود. وهي يعني إحنا بنعاود نرجع بنقول إنه يا ناس الأردن بحاجة إلى تنظيم المؤسسات وربطها مع بعضها، تنسيق بينها. وخمس مناطق من محافظة معان تعتبر من جيوب الفقر، الحسينية وإيل والمريغة نعم نعم، هو الأردن إحنا يعني هذا كتير مهم. جيوب الفقر في الأردن يعني تتعدى 26 جيب، منهم 7 جيوب في معان، في محافظة معان، وهذا يعني يؤلمنا جدا، ويعني قلوبنا وعقولنا تناشد جميع المنظمات العمل التي تعنى بالإنسان وتعنى بخدمة الإنسان أن تهب لخدمة إخواننا في معان. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، عندنا اتصال مع عبد الله عليمات. أهلا وسهلا يا أخي. السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام. يا سيدي لك ولضيوفك كمان. أهلا بك. يا سيدي العزيز الله يكون في عونهم، والجنوب احنا شاعرين فيهم كويس وعارفين، يعني احنا كلنا احنا المجتمع الأردني جسم واحد. نعم كويس، بنشعر لو ما كنا موجودين بنعرف الأمور هاي. الله يكون في عونهم، أقسم بالله العظيم المواطن اللي يسكن في الجنوب لازم بيطلعوا له راتب إنه ساكن في الجنوب. كويس. نعم يا أخي، حال الجنوب في بعض، مثلا احنا في على سبيل المثال لو سمحت لي. تفضل تفضل. احنا في اللواء الهاشمية كويس 6 مليون دينار لمصفات البترول لبلدية الهاشمية، أعطتهم جرافة 150 ألف. طب ليش يا أخي ما تعطيني 6 مليون دينار؟ والله رصيف ما في شوارع من أيام بجوز أيام ما كان دوار داخلية برميل من هذيك الأيام. نعم. كويس يا أخي، عدم المؤاخذة، المكتسبات اللي بتجي للبلدية أو للمحافظة يا أخي ما تندفع، فلان بسكت بفلان، بينما عندك مصفات البترول يوم من الأيام قالت يا حكومة احنا مش قادرين نزود البلد بالمحروقات لأنكم أعطونا مصارينا. كويس. نعم. طلبت 45 مليون أو 50 مليون أتوقع. يا أخي ليش ما بتعطي الحقوق لأصحابها عشان أصحابها يقدروا يشتغلوا؟ أما بتنطيني لرئيس بلدية ولا محافظ ولا مش عارف إيش مليون دينار وتقول له روح صرف في إيش هي كاين بيت بده يتصرف في بيته 3-4 أولاد؟ ما هي المحافظة بتكون حوالي 30-40 ألف مواطن لو سمحت لي. نعم. كيف بدك تتصرف معهم؟ بدها أرصفة، بدها خدمات، بدها مش عارف إيش، موظفين، يعني مصيبة. يعني أنت يعني حضرتك وإحنا نناشد ونعلي الصوت بأننا نريد مهنية في توزيع أموال الدولة. يعني الدولة يعني مقدرات الدولة بسيطة وتواجه خطر عظيم، حتى الدولة حتى الحكومة الأردنية نواجه الفقر ونواجه قلة الموارد، وهذا شيء يعني نقر فيه وكلنا عارفينه، لكن توزيع هذه الموارد يجب أن يكون بعدالة ويجب أن يكون بمهنية. يعني إحنا بنشكرك، وبعدين سواء معان سواء الهاشمية سواء الشمال، بإذن الله كافة محافظات المملكة سنكون بإذن الله معكم محافظة محافظة بإذن الله تعالى. إحنا بدأنا في معان كما قلت لك سابقا لأنها يعني الـ يعني الأكثر فقرا والأكثر احتياجا، لذلك احنا بإذن الله جايين. وتأكد تماما يا أخي أن الفقر موجود في أرقى أحياء العاصمة عمان، تأكيدا لكلامك. وشيء يبكيني ويبكيني جدا، أمس رأيت طالبة عمرها 11 سنة
ومعلمتها ضاربتها جدا وبتبكي. شو ذنب هذه الطالبة؟ وصدقوني يا إخواني، صدقوني يا أيها الأردنيين، إنها في إحدى مدارس غرب عمان. هاي البنت في الفرصة، بس البنات يفوتوا على 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 صفهم، بتروح بتلم باقي سندويشات بتحطهم في شنطتها عشان تطعم إخوتها في البيت. الفقر وصل فينا إنه الأطفالنا بلموا باقي السندويشات في عمان، فما بالك في 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 معان، فما بالك في العقبة، فما بالك في الأغوار الشمالية أو الجنوبية هنا وهناك. نواجه مشكلة حقيقية، الفقر. نريد كما نطالب دائما أن نعطي الفقير صنارة كي يصطاد السمك، لا نريد أن نعطيه سمكة كي يأكل اليوم، نحن نريد مشاريع إنتاجية للعائلات. تفضلي أنت، أنا سمعت أنه في يعني شايف أنه بدك تعقبي على موضوع يعني تقاسم الثروات أو يعني مهنية العمل الاجتماعي بين الدولة وبين المواطنين. أكيد. هلأ محافظة معان على الميزات اللي هي بتختص فيها من الميزات الحيوية والاستراتيجية الهامة، المفروض يكون الاهتمام الدولي فيها أكثر، يعني زي ما تفضل سعادة الرئيس فيها ثروات معدنية، وفيها يعني حتى طبيعة الناس فيها يعني عندهم إرادة. فللأسف للأسف بس أطلق جلالة سيدنا منطقة معان التنموية يعني تساوت المحافظات جميعا، نفس محافظات الشمال وعمان، نفس محافظة معان. يعني شوف المسافة، المركز عن محافظة معان مفروض إلها قوانينها والامتيازات الخاصة فيها محافظة معان، لحتى إحنا نستقطب المستثمر. صحيح. معنا شكرا لك، معنا تليفون من السيد علي الخطاطبة، عبد الرحمن الخطاطبة. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك. الله يمسيك بالخير. تحياتي لعطوفة الباشا. الله يحييك. تحياتي للوقت المسمية الأردنية ولجميع السادة المشاهدين. أهلا وسهلا. أنا تشرفت باستضافة عطوفة الباشا ماجد الشراري الخطاب في حلقة من برنامج تعزيز الثقة. حقيقة وتكلمنا في محاور كثيرة في تخص بلدية معان، تخص التحديات التي تواجه البلدية. لكن أنا من خلال برنامجك أخي الكريم زميلي العزيز بدي أوجه رسالة حقيقة لكل مسؤول أردني غيور على مصلحة البلد، إنه نقول إنه التنمية في معان هي تنمية بشرية قبل أن تكون تنمية في الموارد وفي البنى التحتية. كلام جميل جدا. نعم المواطن المعاني مواطن تورث الشهامة وتورث الأصالة، تورث الانتماء كباقي الأردنيين الغيورين لهذا البلد ولتراب هذا البلد. ولكن نقول إن الشاب بالذات وبصفة رئيس هيئة شباب أصدقاء الحياة، أقول أن الشاب المعاني يحتاج منا الكثير، يحتاج منا اهتمام أكثر، يحتاج منا أن نصل إليه، لا نريد أن يصل إلينا، نريد نحن أن نصل إليه. ومن خلال عطوفة الباشا سيكون لنا لقاء في إن شاء الله في 2/11 بالتنسيق مع بلدية معان ومجلسنا المحترم للقاء حواري يجمع حقيقة يجمع المواطن والشباب خاصة مع المسؤولين مع مدراء الدوائر لنتحرر ماذا يريد الشاب، ماذا يريد ابن معان من المسؤول. وحبذا حقيقة، وهذه دعوة مفتوحة من خلال حضرتكم إلى الحكومة أن تشاركنا هذا اللقاء الحواري لتستمع هي مباشرة من المواطن ومن الشاب المعاني. ألف شكر، بشكركم، بشكر عطوفة الباشا المكاتب حقيقة. أنا بعتبره رجل غير عادي، بعتبره ليس فقط رئيس بلدية الذي يتنقل في اليوم ما بين عمان ومعان، وهذا تنقل بعد دوام رسمي ليلتقي مع المسؤولين ليحاول أن يجذب المستثمر والاستثمارات الخارجية، ليحاول أن يعمل على 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 تنمية معان بهذا الجهد المتميز. شكرا لكم جميعا. أشكرك جدا لهذه المداخلة الطيبة، ونشد على أيديك ونحن معكم بإذن الله. ويعني المشاركة الحقيقية في التنمية هي يجب أن تكون يعني من خلال لقاءات، ويعني أعتقد أنه هذا كلام طيب، وأعتقد أن هناك جهود يعني بإذن الله ستثمر في القريب العاجل.